كنت بجهز حالي أكتر وبعرف job description جاي أقدم عليه بالضبط عشان أكون متمكن وعارف إيش اللي جاي البوزيشن اللي أشتغل فيه وأضبط أموري. كان حاولت أكون هادية، كان حاولت أكون أفكر بطريقة positive أكتر حتى أكون normal بالانترفيو. أورنج ضافت لي على شخصيتي وضافت لي على خبرتي، أكيد وسعت الخبرة وخلتني بني آدم interactive أكتر مع الناس، فهذا الإشي كتير ضاف لي لحياتي الشخصية والعملية.